شو يقول؟ من قال لك بايش؟ ايوه شو يقول لك؟ ما انت بلابس؟ شو يقول لك؟ ما انت بلابس؟ لسه ما لبست. خليك كذا لانك بتفوز، لابس فريق دائما يفوز. كيف بالله؟ الزعيم ومن غير الزعيم. العالم ومن غير العالم. السلام عليكم. كيف الحال يا رجال؟ ايش اسمه؟ عاشقينه انسينينو ابراهيم ولا ايش؟ ابراهيم هذا ايش يا وليد؟ وليد، بما انك محب للمباريات اكيد انك قد حضرت مباراه في المدرجات، ايش افضل مباراه حضرتها؟ انت تقول انت حضرت اكيد. ايه تدري اني احيانا والله اني اروح يوم احضر. انا جاني العلم جاني العلم، بس ايش افضل مباراه اللي تتمنى انك الان في نفس المباراه هذه على نفس المدرج؟ حضرت مباراه ولي العهد الاهلي ولي العهد، مباراه الاهلي سيول، مباراه الاهلي سيول تعادل 1-1 كان في عصا، مباراه الاهلي والاتحاد 2012، مباراه الاهلي والاتحاد سالني نفسي يسمونها مباراه الفتفته 4، مباريات كثير والله. سألني نفس السؤال هذا بيلف على الكل. أنا بالنسبة لي الثلاثية برضو السنة اللي حققتها. أنا بالنسبة لي ما قد حضرت على المدرجات ولا مرة. تحضر معي إن شاء الله. أنا بالنسبة لي نفس الشيء. لا حضرت. أنا ما سألتك، بسألك الحين إيش أفضل مباراة حضرتها يا فهد؟ المهم أنا والله كان نفسي أحضر مباراة الهلال وأوراوا. على فكرة حضرتها الهلال وأوراوا اللي برا الذهاب. لا لا الياب 2017. لا لا ابغى الأولى. 2019 ما حد حضرها ولا الا لا ايش اللي ما حد حضرها؟ الذهاب كورونا الرياض الرياب في الله. تدري ليش تعلقنا في المدرجات يا فهد؟ الرياليتي. اذكر كنا ساكنين احنا في جده، انا كان عمري وقتها 3 سنوات. يا في جده تتغدى تروح من بعد؟ كان الوالد يداوم، كان دوامه شبه مسائي، يطلع العصر يجي البيت على اذان المغرب. والله العظيم كنا انا واخوي الكبير متعلقين في الشباك ننتظره اذا جاء. اول ما يجي نحس نحن مبسوطين لان نحن بنطلع، مو عشان شيء ثاني بنطلع. كان يجيب مع عشان يتعشى بعد المغرب على الملعب، ملعب عبد الله الفيصل القديم. اوه يزيد الله. ويلا ويجي ياخذنا ويجلسنا عند الرابطه. تخيل الرابطه يقول خلوكم عند الرابطه. حماس. وهو فوق جالس. تذكر مباراه انا لو طلعت اليوم صغار في السن خلاص، من يوم احنا صغار احنا نحضر ملعب. تذكر مباراه الهلال والاهلي اللي انتهى التعادل اتوقع 1-1 سجل عماد الحوسني الارضي والهلال ولي هامسه. كان حضره تاهل فيها الاهلي صح ولا الهلال؟ قديمه هذه. لا ما اتوقع الدوري كانت ما ادري هذا دوري زين كان اسمه اصلا. ابو فراش قاعد يستحضر مباريات. ابو فراش قاعد يحضر مباريات كثير. كل شيء حضره هلالي صح؟ يا عالمي فوقي حلق فوقي. أنا ترى هلالي. في أحد نصراوي هنا فيكم؟ فهد الشهري. لا أنا هلالي. يا هلال تحكي عن أنا أحب اللون الأزرق. يا الأجيال. اللون الأزرق من سنين أفضل لون بالنسبة لي. يا شيفو قلبي يا محبوب قلبي غالي. الله يسلمك. يا شيفو. خلاص اسكت. طيب بما ان موضوع الرياضه وش الرياضه اللي تحبها غير كره القدم؟ انا هي الرياضه الشعبيه رقم واحد بالسعوديه كره القدم في العالم. لا انا كره السله يمكن العالم ايه بس ما بتلعبها. لكن ممكن ما العبها بس احبها. كره السله احبها بس ما العبها. تتابعها؟ انا كره السله ما بلعتها. خلاص كنسلوها صريح. خلاص كاس يا اخي كذا تحس. الو الو الاتحاد الدولي لكرة السلة بالله كنسل. انت شوف جلستك كيف؟ اراء يا اخي شوف جلستك كيف؟ حقيقة لا لا وين الرياضة؟ اشوف لها محبين ولها هواية ولها فرق ولها جمهورها ولها بطولات ولها جمهورها، وانا احترم هذا كله. بس انا عن نفسي لو يقول لي احضر مباراة كرة السلة ببلاش اقول له لا، انا بعطيك 50 ريال ولا تخليني احضر. عادي جدا. كروس فيت انا احس انها للامانة مملة. كروس فيت مو برياضة. تمارين. بطلة.
الطائره ايش قال لك؟ ايش قال لك هذا جه يجون عنده؟ راح اشوفه اشوف شغلي معاه. الطائره حلوه ممتاز. بس السعوديين ما يعرفونها الا برمضان. ايش جهزوها قبل رمضان؟ قد دخلت في الديره عندهم لا تحكي عنك اجي. باكستان والسعوديه. باكستان والسعوديه يا ولد رابطه. تعرف اللي هنا اهل القريه متجمعين وهنا كل العمال جانب خبازين والله كبس يا ولد يا ولد. السعوديه ثلاث عدات بعد انتم استقبال عدات لا هناك ضرب بس على طول هناك ضرب طلعنا مهزومين مرتين. احمد ربك كملتوا تكملون المفروض من الهزيمه الاولى تطلعون والله تلزيخ اهربوا. لا هي كانت على فكره انه ثلاث مباريات عرفت خربوها. تعرف نظام فيفا بلاي ستيشن اللي المباراه الاولى اللي يفوز خلاص المباراه الثانيه اذا تعادلت المباراه الثالثه فاصله. هذا لا خربوها مرتين فايزين اعطونا متعه قالوا الثالثه مباراه ولا شوط ها شوط ولا مباراه مباراه مقضينها مباريات. كلام هذا كان في انا احب التنس الارضي في رمضان والله رمضان. تلعبها لا مو تنس شو اسمك قصدك ال سكوات بولينج بولينج. اقول لك تنس ارضي تقول لي اقول لك تنس ارضي لاني قلت ايش قال تنس ارضي بعدين قال لا وقفت لا لا قال لا لاني سالتك تلعبها قال تلعبها لا انت قلت كذا التنس الارضي تدري اني العب البولينج ولا ادري ايش قواعدها تلعب السباحه اسمع سباحه ايوه تلعب السباحه انا انسان اعشق ركوب الدراجه ايه تلعب كره القدم انت قلت تنس تنس وقفت يعني ايش انا احب كره القدم خلاص يا فلا انت وياه لما انا احب البولينج الحقيقه الحقيقه يا شيخ مشاري اجلس لا التنس الارضي بس احد يعرف ماش قواعد ماش البولينج ماش والله ايه سوي شو قواعد البولينج ما لها قواعد يعني شوت اكثر واحد يجمع نقاط بس هي من اول ضربه يجيك تدبيل صح اكس اكس طيحها كلها طبعا هي اكثر من جوله تقريبا الظاهر 9 جولات خصمين ونقاط تحسب اذا طيحتها كلها من المره الاولى يحسب لك عدد معين من النقاط اعلى عدد من النقاط ممكن توصله اذا جبت كل الاطباق باللعبه الاولى والله ممتعه ترى وتحسب اخر شيء النتائج الاكثر هو اللي يفوز اول مره جربتها الحقيقه خميس افينو تحب البولينج انت صح خميس رحت انا واهلي ذاك اليوم اتمشى لو هو في ركن هناك في الزاويه بولينج بدون بولينج رحت ادخل هناك قال نفر 20 هذا فيك رخيص طيب رخيص والله بس جيم واحد ضربه واحده جيم واحد شوف رخيص برضه رخيص جوله 20 جيم واحد ببلاش بس وش البولينج شكلهم كانوا مطفرين ما في احد ذاك اليوم ولا ما كان عندهم مدارس صاقيل كانت مدارس انا طالع في اختي قلت تعرفين تعبين قالت اي انا شو العبها في الجوال طيب ماني يعطيك العافيه اختي الله يعطيك السلامه وندخل حزنت عليها والله قاعد العب بالجولات كلها انا تلعب بالكره شو الكره هناك المسار الثالث اللي هناك اي اختي هنا صار هذا بس الامانه ممتعه جيم هي فازت علي رحت عند صديق هذا 20 40 زياده جيم ثاني انبسط الرجال جاب بغى يعطينا جيم ثالث قلت له خلاص بالليون حقه بس الامانه ممتعه والله ممتعه مع اني لعبتها مع اختي يمكن ما كانت تعرف لها بس ها في الجيم الثاني بدت تاخذ عليها طيب وش اكثر شيء كنت تسويه وانت صغير اكثر لعبه ينضرب من اخته لا هي اصغر مني اكثر لعبه كنت تحبها كان هو يضرب ها اكثر لعبه تحبها وانت صغير